الاسكواش هي لعبة مضرب وكرة يلعبها لاعبان في ملعب من 4 جدران باستخدام كرة مطاطية صغيرة مجوفة. يتناوب اللاعبون في تسديد الكرة بمضاربهم على الأسطح المقابلة للعب في جدران الملعب 4. الهدف من اللعبة هو ضرب الكرة بطريقة تجعل الخصم غير قادر على لعب الكرة بطريقة صحيحة بعد ارتدادها من الجدار المقابل لهما. وهناك حوالي 20 مليون شخص يلعبون الاسكواش بانتظام في جميع أنحاء العالم في أكثر من 185 دولة. حلقة جديدة من برنامج أحوال الرياضة، مساء الخير. أعزائي المشاهدين، في رياضات جديدة كثيرة ظهرت في العالم، ولما أقول جديدة أقصد كمان إنها مش متوفرة أو مش موجودة هنا عندنا في اليمن. من ضمن هذه الألعاب البيكل بول. هذه اللعبة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1965، والحلو فيها أنها بتناسب الجميع بغض النظر عن العمر أو اللياقة البدنية أو النوع، وهي بتشتهر بإيقاعها السريع ويستخدم اللاعبون فيها المضرب. هذه اللعبة دخلت إلى اليمن مؤخرا ولاقت إقبال كويس، وكل من لعبها حس بسهولتها أولا وروعتها ثانيا وفوائدها ثالثا. عن هذه اللعبة وكيف تلعب وإيش هي فوائدها وغيرها من الأسئلة بنناقشها مع البلبل زي ما ينادوه أصحابه، أو بابا نبيل مثل ما ينادوه الأطفال، الكابتن نبيل محمد مزود، وهو مدرب لهذه اللعبة، وهو أيضا من أشهرها وأدخلها هنا إلى اليمن. مساء الخير كابتن نبيل، وأهلا وسهلا فيك معنا في برنامج أحوال الرياضة. مساء الخير أستاذ النذير، وهي أيضا لطاقم برنامجك الرائع الجميل، وهي للسادة المشاهدين قناة السعيدة، القناة الرائدة في اليمن، وشكرا لكم. كابتن نبيل، اشتهرت في الأيام الأخيرة لعبة البيكل بول، وهي لعبة جديدة لأول مرة تلعب في اليمن. إيش هي هذه اللعبة وكيف تلعب وكيف تحسب نقاط الفوز فيها؟ نعم أستاذ النذير، لعبة البيكل بول لعبة جديدة ظهرت في 1965. نعم. وسريعة الانتشار، وهي مزيج بين لعبة كرة الطاولة والتنس وكرة الريشة. نعم. حتى 2010 تم تأسيس الاتحاد الدولي لها، وانضمت دولة فلسطين ولبنان ومصر. نعم. والإمارات إلى الاتحاد، ونحن في اليمن للمرة الأولى في هذه السنة تم إشهارها وظهورها وتدشينها وتعريف الشباب في صنعاء باللعبة. جميل. طيب، هل في ألعاب ثانية أشهرتها هنا في اليمن غير البيكل بول؟ اسمح لي اولا ازيد اكمل بخصوص نظام اللعبه. نظام اللعبه بتقام. نعم. في مسابقات فردي وزوجي وزوجي مختلط، وهي تلعب بالنقاط الى 11 نقطه. نعم. وفي حال التعادل 10 10 يتم حسم المجموعه، من يتفوق بفارق نقطتين، وهي تلعب من 3 مجموعات. بالنسبة للألعاب الرياضية التي أشرتها من قبل، الحمد لله وشكر الله، فضل من الله، لدي قائمة لا بأس فيها من الألعاب. نعم. فبدأت بإشهار لعبة الاسكواش في اليمن، تلتها لعبة تنس الكراسي، التنس الشاطئي، كرة. نعم. الريشة، تاتش تنس، الكرة الحديدية، ومن ثم بدأنا في ألعاب وهي البيكل بول. والشيء الذي أنا أفتخر دائما فيه هي أنني ابتكرت لعبة للفئة الكفيفين وأسميتها تنس الكفيفين، وأنتم قد تفضلتم وأن أجرينا لقاء مفصل حول هذه اللعبة وبجميع تفاصيلها. جميل وشيء رائع كابتن نبيل.
طيب ايش هو الدافع اللي خلاك تشهر مثل هذه الالعاب الرياضيه الجديده على المجتمع اليمني؟ هوايه استاذ نذير، اسمح لي ان اقول لك نعم. لكل شيء له اجر ولله الحمد. صحيح. فانا حاسس اني هذه الرساله التي انا اقدمها الى ابنائنا ومجتمعنا اليمني، هذا نعم. الذي انا استطيع ان اخدم فيه بلدي. جميل. وبالتالي عندما الخطوه او اللبنه الاولى لتاسيس لعبه تقام في اليمن، فالحمد لله بتوفيق من الله وحبا في هذا المجال، وهذا تخصصي يعني. نعم. يزيد عن 40 سنة وأنا في مجال التنس ورياضات المضرب. يعطيك طول العمر إن شاء الله. كلمنا كابتن نبيل، كيف تفاعل واستقبل اليمنيون هذه اللعبة، وكيف كان الإقبال عليها، وكيف كان استيعابهم لقوانينها وطريقة لعبها؟ قبل أسبوعين تم تدشينها وتعريف بقوانينها وأنظمتها وأدواتها، وفي الحقيقة هناك سهولة في استخدامها. أشخاص إذا حبوا أنهم يزاولوا لعبة التنس أو كرة الطاولة فهم يخوضون في تدريب مكثف ولسنين ولسنين حتى يدخلوا إلى أنه لاعب بطولات. نعم. بينما البيكل بول بسهولتها ومساحتها المحصورة وتحركها ولعبة لطيفة على المفاصل. نعم. وتناسب كبار السن، وبالتالي ارتداد الكرة لا تحتاج مجهود، وهي سهلة في جميع تفاصيلها وخطواتها. نعم. وكل من شاركنا في التدشين ولعبها أعجب فيها وقال أنها تتميز بسهولتها. نعم. ولكم المشاهدة في المقاطع التي أجريناها لهم. طيب نشوف هذه اللقطات حول لعبة البيكل بول، كيف تلعب وإيش قالوا الناس اللي لعبوها، وبعد كذا نرجع نكمل حوارنا مع الكابتن نبيل. مزيج ما بين تنس الميدان وتنس الطاولة، تعتبر سهلة جدا، يستطيع الكل أن يمارسها. أول مرة أو من ثالث رابع مرة هكذا يمكن يدخل منافسات مباشرة يعني. سهلة وحلوة وخفيفة ومضربها وكرتها تمام. وهذه اللعبة حلوة أنها إضافة جديدة على عندنا هنا باليمن، وأيضا تجمع بين الريشة وتنس الطاولة وتنس الميدان. فهي لعبة جميلة جدا وإضافة جميلة جدا وسهلة، يقدر يلعبها جميع الأعمار. كابتن نبيل، شفنا احنا والمشاهدين مدى حب الناس وتفاعلهم مع اللعبة، لكن بسألك في الجانب الآخر، كيف تفاعل أو تعاون معك المعنيون بالرياضة في دعمك لنشر هذه اللعبة؟ والله موضوع هذا موضوع شوية تحسس. نعم. اولا اريد ان اقول لك انا اتريض خارج اطار الوزاره. نعم. بمعنى اننا لا اتريض حبا للرياضه واقيم النشاط تطوعيا. نعم. ببعض المساندات الشخصيه من شخصيات اعزها واقدرها، الأستاذ نبيل هائل سعيد أنعم. نعم. الذي يدعم نشاطي. وأما الجانب الحكومي كم يحزنني وتأسف لهذا الشيء، إن احنا لا يدعم لنشاطي. حتى بعض التكريمات التي حققت لليمن إنجازات من 2018 وأنا أشارك في بطولات التنس تحت رعاية الاتحاد العربي للتنس، ولكن لا يوجد أي دعم
لا في تذاكر ولا في نفقات مشاركتنا الخارجية. نعم. ولو أفكر أنا أننا أطريض تحت إطار الوزارة لضيعنا نص أعمارنا، وإحنا رايحين جايين في الوزارة من مكتب لا مكتب لاستخلاص نفقات الرياضة والبطولات. وأعتقد أن عذرهم معاهم بسبب الأوضاع وقلة الدخل. نعم. وإن شاء الله ربنا يسهل إن شاء الله تعالى. سؤالي الأخير كابتن نبيل، إيش هو طموحك في هذه اللعبة وإلى فين حابب أنك توصل في ظل الإمكانيات المتاحة، وإيش هي رسالتك اللي حابب أنك توصلها في نهاية هذا الحوار؟ حقيقة أنا أفخر بانطباعات زملائي وأصدقائي في الرياضة العربية، مدربين ولاعبين تنس على ما يشيدون فيه. وحقيقة عندما أمر بأنشطتي وأقيم الأنشطة الرياضية والبطولات، الكل يمدح ويشيد بالبطولات المستمرة. نعم. والدائمة، سواء كانت في البطولات في مجال الرياضات. نعم. أو من ضمن الأنشطة الترفيهية والمهرجانات الرياضية التي أقيمها لدور رعاة الأيتام. وكم يسعدني أن أشاهد أبنائي والكل يشيد بما يقدموه لي من كلمات وعبارات، وهذا يزيدني حماسا واستمرارا في إقامة الأنشطة الرياضية. نعم. وأيضا أنتم قناة السعيدة الذي دائما تسلطون الضوء على الأنشطة، وكم أنا سعيد جدا بأن أنتم الآن القناة الأولى التي تسلط الضوء على لعبة البيكل بول. نعم. أنتم شركاؤنا في هذه التدشين وفي هذه اللعبة الجديدة، والتي إن شاء الله تلقى انتشار أوسع إن شاء الله في المراحل القادمة، والتي سنمر فيها إلى جميع محافظات الجمهورية. جميل. بدون استثناء، لأني هذه رسالتي الذي أريد أن أخدم فيها مجتمعي كما ذكرت لكم. وشكرا لك يا أستاذ نذير، وأيضا شكرا لطاقم برنامجك الرائع المتميز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اللي بنشكرك كابتن نبيل على إتاحة الفرصة وعلى هذا الحوار. شكرا لك ولكل شخص يقدم لهذا الوطن كل ما يقدر عليه في مجال عمله. اتمنى لك التوفيق، وان شاء الله نلتقي المرة القادمة وقد حققت طموحك في لعبة البيكل بول. الى اللقاء. في مأرب اختتمت بطولة الكاراتيه والتي شارك فيها 40 لاعبا لمدة 5 أيام. مزيد من المعلومات في هذا التقرير. اختتمت في مأرب بطولة الكاراتيه التي نظمها فرع اتحاد اللعبة بالمحافظة بمشاركة 40 لاعبا من فئات الأشبال الناشئين والشباب في الأوزان من 25 كيلوغرام إلى 60 كيلوغرام. نحن سعداء اليوم بأن نكرم 28 من الفئات العمرية شارك في البطولة 40 مشارك. طبعا الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذي دائما يكونوا إلى جانب أبنائهم وشجعوهم على هذه. شهد اليوم الختامي للبطولة مهارات قتالية استعراضية وكلمات تحفيزية، نظرا لأهمية هذه البطولة التي تأتي في إطار تفعيل الألعاب الفردية بالمحافظة، والتي حققت فيها مأرب خلال العام الماضي نجاحات كبيرة من خلال المشاركات المحلية. قامت هذه البطولة طبعا تجسيدا للبطولات التي قامت سابقا، لكن كانت أول بطولة تكون أشبال ناشئين شباب مع دورة تحكيمية، فكانت البطولة ناجحة بجميع المقاييس.
لانها عدة لها اعداد جيد، فحصلوا يعني بعض اللاعبين على المراكز الاولى والثاني والثالث في جميع الفئات العمريه اللي هم فئات من 25 الى 30 الى 40 الى وزن 60. كانت البطوله ناجحه بجميع المقاييس، وقد حزت على المركز الاول في الكاتا او الكوميتيه. في الختام كرم كبار الضيوف اللاعبين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل وزن بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، بالإضافة إلى حكام النزالات واللجنة المنظمة للبطولة. في الحديدة عروس البحر الأحمر، الناس هناك تتنفس رياضة وكرة قدم بمختلف الفئات العمرية. في هذا التقرير نشاهد انطلاق منافسات بطولتي الفئات العمرية للناشئين والشباب. انطلقت منافسات بطولتي الفئات العمرية للناشئين والشباب لأندية محافظة الحديدة، والتي ينظمها فرع اتحاد كرة القدم في المحافظة على ملاعب العلفي، الجراحي، الضحي والزيدية، وقسموا إلى أربع مجموعات لكل فئة. محافظة الحديدة تحتضن الدوري التنشيطي لفئات الشباب والناشئين، والذي ينظمه اتحاد كرة القدم بالتنسيق مع مكتب الشباب الرياضة وبدعم من مجموعة هايل سيد نعم. طبعا هذه البطولة تأتي إلى تحفيز الفئات العمرية في الأندية الرياضية في محافظة الحديدة، الأندية الأولى والثانية والثالثة. طبعا هذه البطولة سيتم استخراج منها عدة منتخبات، من ضمنها منتخب الحديدة لفئة الناشئين ومنتخب الحديدة لفئة الشباب، واستخراج المواهب الرياضية وصقلهم إلى المنتخبات الرياضية. الفرق المشاركة 18 قسمت إلى أربع مجموعات، مجموعة في الجراحي شباب وناشئين، ومجموعة في الحديدة شباب وناشئين، مجموعة في الضحي شباب والناشئين سويناها في الزيدية. ضمت المجموعة الأولى من هذه التصفيات فرق شباب الجيل، شباب باجل، شباب السخنة، نصر القطيع، الفوز، بيت الفقي. وفي المجموعة الثانية هلال الحديدة، أهلي الحديدة، سهام المراوعة، شباب المنصورية. أما المجموعة الثالثة سردود الضحي، فتح الزهرة، شباب الزيدية، شباب القناوص. وأخيرا ضمت المجموعة الرابعة اتحاد الجراحي، نجم اليمن الجراحي، 26 سبتمبر الجراحي. الحمد لله وبمجموعة هايل سعيد نعم وبرعاية الأستاذ مروان يعني سهل لنا وقام بدعم البطولة هذه وتعاون مكتب الشباب والرياضة، والحمد لله وفقنا الرحمن الراحمين وقمنا البطولة هذه التنشيطية، وإن شاء الله البطولة قادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هي استفاقة وعودة جديدة لنشاط الاتحاد الذي غاب عن الساحة كثيرا، ومباراة يعني بطولة ملهمة، فبرغم شح الإمكانيات التي تعاني منها الفرق والأندية المشاركة إلا أن الظهور في محافل الاتحاد هو شرف لكل أندية المحافظة. تهدف البطولة التي تستمر 30 يوما بعد توقف دام لأكثر من 9 أعوام إلى اكتشاف وتنمية مواهب اللاعبين للفئات العمرية وتشكيل منتخب للناشئين والشباب على مستوى المحافظة عبر لجنة فنية تم تشكيلها من فرع الاتحاد لهذا الخصوص. إلى البيضاء، حيث شهد ختام الدوري التنشيطي منافسة قوية بين فريقي وحدة رداع والعامرية بحضور شخصيات اجتماعية ورياضية كبيرة. في إطار الاهتمام بتشجيع الشباب وخلق روح التنافس بين المحافظات، اختتمت في مديرية العرش بالبيضاء البطولة الكروية 8 التي أقيمت بمشاركة 8 فرق يمثلون أندية رياضية من 3 محافظات هي البيضاء، ذمار، والضالع. شباب ملاح وهو يقيم الدوري أو البطولة 8 بحلتها الجديدة والمنظمة على مستوى 3 محافظات مشكلة من 8 أندية معترفة من قبل وزارة الشباب والرياضة، يقيم هذا الكرنفال الكبير المهرجاني الذي أبهر المحافظة ونال إعجاب الجميع. هذه البطولة الرائعة الذي جمعت من محافظة ذمار ومحافظة البيضاء ومحافظة الضالع، وكان نادي ملاح منظم هذه الدورة. التقى في المشهد الختامي للبطولة والتي كان ضيف الشرف فيها الكابتن علي النونو فريقا وحدة رداع والعامرية
وقد شهدت المباراة تنافسا كبيرا حسمها لاعبو شباب الوحدة لصالحهم بنتيجة 6 أهداف مقابل 2 سجلت على مدار الشوطين أمام أنظار جماهير كبيرة استمتعت بما قدمه الفريقان من لمحات فنية جميلة. الكبيرة في هذه المحافظات يعتبر نجد من أهم تفاعل كبير من خلال الضيوف الكرام ومن عدد الفرق المشاركة 8 فرق وتنافست بتنافس غير عادي وكانت يعني رياضة على المستوى كلمة الرياضية. هذه البطولة إلى أن وصلت هذا اليوم إلى هذا النهائي العظيم، هذا النهائي الجميل الذي يمثل محافظة البيضاء في حضور كرنفالي رسمي وشبابي وجماهيري. أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه البطولة، وبإذن الله يكون هناك بطولات ويكون هناك منافسات على مستوى المديريات والمحافظات الأخرى. في نهاية المباراة تم تسليم كأس البطولة لفريق وحدة رداع وكأس الوصيف لفريق شباب العامرية، كما تم تكريم اللاعبين الفائزين بالجوائز الفردية وتكريم اللجان العاملة والحكام وضيوف شرف اللقاء الختامي. إلى لحج، حيث قام مجموعة من المدربين والمتخصصين في كرة القدم بتعليم الأطفال والبراعم والشباب هناك أساسيات ومهارات كرة القدم بدون أي مقابل. هنا في هذا الملعب الترابي بمديرية الحوطة، والذي شهد ولادة مبادرة فريدة قام بها مجموعة من الرياضيين في لحج بتعليم الأطفال والبراعم والشباب المهارات الأساسية لكرة القدم من أجل تطوير قدراتهم البدنية، بما يسهم في إخراج جيل رياضي متميز للاستفادة منهم في تمثيل اليمن في المشاركات الخارجية. هذه المبادرة المجتمعية، هذه المبادرة الرائعة اللي طبعا قام بها مجموعة من المدربين الوطنيين من أبناء لحج الخضيرة في استقلاب هؤلاء اللاعبين الأطفال الصغار من أجل تعليمهم المهارات الأساسية في كرة القدم. جاءت هذه المبادرة في ظل يعني غياب الكرة اللحجية عن بقية المحافظات، وعملنا مبادرة من كافة المدربين، يعني عملنا يعني بجهود ذاتية على أساس أن نحرك شباب محافظة لحج بما فيهم الحوطة وطبن. وضع هذه الفكرة العديد من الرياضيين وتمت دراستها بشكل جيد ليستفيد البراعم والشباب هنا من مخرجاتها في ظل عدم اهتمام الأندية وركود النشاط الرياضي الرسمي في محافظة لحج. في ظل عدم الاهتمام من قبل الأندية، في ظل عدم الاهتمام من قبل الاتحادات، رأينا أنه لابد تكون هناك عندنا مدرسة كروية لتعليم أسس لعبة كرة القدم، والهدف واضح طبعا، هي عبارة عن مجموعة لاعبين تتكون من فئات عمرية، والهدف منها هي رفد الأندية بهؤلاء اللاعبين. رأينا أن في عدم اهتمام خاصة بالفئات السنية الصغيرة من قبل الجهات المختصة، فارتأينا أن نجمعهم ونحاول نستكشف المواهب فيما بينهم ونحاول نصقلها حسب ما هو متاح من الإمكانيات. هذه المبادرة دفعت عشرات الأطفال والشباب للحضور والمشاركة في التدريبات الرياضية وتعلم مفاهيم وأساسيات كرة القدم من قبل هؤلاء الرياضيين الذين يقدمون كل ذلك بدون أي مقابل سوى حبهم لكرة القدم. أحباء المشاهدين، ونحن نقلب صفحات حلقة هذا المساء من برنامج أحوال الرياضة، ها نحن نصل إلى فقرة من الذاكرة الرياضية. حديثنا في هذه الحلقة عن لاعب استثنائي، أيقونة خط الوسط، وجوده في الملعب يعطي الثقة لزملائه ولجمهوره الذي ما إن يستلم الكرة حتى يهتف باسمه فرحا وطربا. تمريراته دقيقة وتوزيعاته بمثابة هدايا. هو أول لاعب يمني يحصل على لقب الدوري كلاعب ومدرب. أنا هنا أعني نجم فريق أهلي صنعاء والمنتخب الوطني سابقا الكابتن جمال القديمي. بدأت الرياضة في المدرسة، مدرسة اللقية، ثم الحارة، ثم نادي الأهلي في مباراة ودية مع الناشئين،
اكتشفني الكابتن عبد الله العمان وضمني الى صفوف النادي فئه 12 عام، وبدات مسيرتي يعني كلاعب وسط ومهاجم، وانتقلت وتدرجت في الفئات السنيه. لعبت المنتخب الشباب في 98، ولعبت المنتخب الاولمبي 99، وبدات يعني في المنتخب الاول في عام 99 2000 مع الكابتن زوران، كانت مشاركتنا في الكويت، وبعدها مشاركات مع الكابتن احمد لوسيانو وغيره. مع الفريق الاول لعبت اول مباراه في كاس الرئيس في اهلي الغيل، مع اهلي الغيل في حضرموت ضد اهلي الغيل. اول هدف سجلته مع الفريق الاول في نادي وحده عدن في عدن، وكانت النتيجه 1-1 في سنه 96. المشاركات مع المنتخب كانت يعني افضلها كان في عام 2000 مع الكابتن احمد لوسيانو، وكنا قاب قوسين ان نصعد للدور الثاني في تصفيه كاس العالم، وقدمنا نتائج مشرفه مع النادي. فكانت البطولات سنه 2000 و2001 و2002 بالتوالي، واحتفظنا بالدرع للابد، وهذا انجاز يعني لم يحققها أي نادي إلى الآن. الرقم الذي أعتز به رقم 9، وهو أهداني أو يعني صرت به أمثل الكابتن أحمد الصنعاني، وكابتن أحمد الصنعاني يعني أيقونة أهلاوية وأسطورة، تعتبر في اللاعبين الوسط لعبا وأخلاقا، وأنا أعتز به كثيرا. كان في أندية أو نادي في الإمارات في 99 بنياس، كان يعني يريدني مجموعة من اللاعبين، ولكن يعني إنه الدنيا هي زي ما يقولوا فرص، وفاتتني الفرصة. أعمل كمدرب، والآن لدينا دوري عام، ونحن الآن متسطرين الحمد لله، وصعدنا للمربع الذهبي، وجايين على فترة قادمة حاسمة باذن الله، ربنا يوفقنا يعني في المربع، وبعدين النهائي لكل حادث حديث ان شاء الله باذن الله. شكرا نقدم للقناه السعيده الالمانيه التي دائما تواكب الاحداث الرياضيه وتهتم بالنجوم الرياضه القدماء والحاليين، شكر خاص، واقدمها للجمهور الرياضي خصوصا اليمني وللاهلاوي بشكل خاص، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله بإذن الله. أعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم عبر قناة السعيدة وبرنامج أحوال الرياضة، وفي متفرقات حلقة هذا المساء، انطلقت بمدينة مأرب بطولة مأرب الثالثة للملاكمة التي ينظمها فرع اتحاد الملاكمة بالمحافظة على مدى 4 أيام بمشاركة 40 لاعبا يمثلون 4 أندية تستهدف مختلف الفئات العمرية، براعم، أشبال، ناشئين وشباب، ابتداء من وزن 24 كيلو وحتى 70 كيلو. افتتح في مدينة القاعدة بإب الدوري الرمضاني دوري الهواء بنسخته 8 بمشاركة 9 فرق، وقد كانت نتيجة مباراة الافتتاح تعادل بهدفين لمثله بين فريقي فجر السياني مع تعاون حجفات، وفي المباراة الثانية تمكن فريق الأكاديمية الدولية من الفوز على القسام بهدفين مقابل هدف. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل معسكره الإعدادي الداخلي بصنعاء في حصص تدريبية على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، تأهبا لمواجهة الإمارات في التصفيات الأسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. أعزائي المشاهدين، كرة القدم مش مجرد لعبة، إنما هي عواطف، شغف،
دراما تراجيدية وروح يعشقها الكبار والصغار بكل أحوالها ومعطياتها. بنختم حلقة اليوم مع هذا الفيديو والطفل الجميل خليفة عادل ابن الخمس سنوات اللي تخيل الأحجار أنها لاعبين وصنع من خياله مباراة كرة قدم، وهو من قام بالتعليق عليها بطريقة جميلة فيها ثقة بالنفس وأسلوب وتفاعل مليء بحبه لكرة القدم والتعليق الرياضي. إلى اللقاء.